ending. Yay or nay? إطلالات كثيرة للنجمات لفتت نظرنا هالأسبوع، خاصة بحفل مجلة فوغ العربية ببيروت، وحرصوا الستارز إنهم يختاروا إطلالات مختلفة ومتنوعة. فطلت درة بفستان أسود طويل من ريم عكرة، تميز بالبافي شولدرز وبنعومة القصة، والإمبرويدري كانت بس عند منطقة الصدر. أما دار نت أند بيتا فكانت خيار صبا مبارك بفستان كاستم ميد ميتاليك مع تيل، وكان لافت الستيتمنت اللي انكتب عليه بنت الكون من الكون. والأسود أيضا كان خيار شيرين رضا، واللي تألقت بفستان كلاسيكي ناعم من تصميم فريدة مراز، أما الشعر فاختارت إنه يكون مرفوع مع هافي ميك اب. ولارا اسكندر حضرت الحفل بفستان أسود من زهير مراد، تميز بقصته القصيرة وأكمامه الطويلة المليئة بالفرنجز، وزينته ببلت على الخصر. وأكيد زهير مراد كان خيار نوال الزغبي، ولهذه المناسبة غيرت عن الفساتين وحبت إنها تلبس جمب سوت أسود وخلت شعرها ناتشورال ويفي. أما أصالة نصري وبحفلها الأخير بالقاهرة فشفناها بفستان شايني طويل من تيمع بيد، واللي كان فيه الكثير من التفاصيل، وبعيدا عن إطلالات السهرة الواضح إن مايا دياب سعيدة جدا بالشوز.